ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طيب، انا الفترة اللي فاتت حرفيا اتسألت بتاع 20,000 مرة على تحطوا اي شادو ايه على فستان لونه بيبي بلو. انا بس عايز اعرف حاجة، هو اشمعنى اللون ده؟ هو طالع موضة، هو حلو جدا وعندكم حق، بس فعلا انا 3/4 البنات اللي بتسألني على مثلا تحط اي شادو ايه على لون فستان ايه بيبقى الفستان دايما بيبي بلو. عشان كده قررت النهاردة اعمل لوك يليق على فستان بيبي بلو. انا ما لبستش حاجة لونها بيبي بلو او لبني، بس ده كحلي من نفس الوان الازرقات يعني. ولو عايزة تعرفي ايه الالوان اللي تيجي مع بعض، ايه اللي يليق مع مين، والاي شادو اللي يليق مع اللبس، واللبس اللي يليق مع مش عارف ايه والكلام ده، يبقى شوفي الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، لانه هيفيدكم جدا في تنسيق الوان الهدوم، في تنسيق الوان الاي شادو مع بعض او الاي شادو مع اللبس. بس فاللوك النهارده كده كله جولدن هادي سيمبل، انا شايفاه مش سيمبل، انا شايفاه يعني ايه، ناعم سوفت جلام كده. انا عاجبني جدا اللوك على فكره جدا. فعشان ما نرغيش كتير، لو عايز تعرفي اللوك ده اتعمل ازاي تابع الفيديو. اوكي يا بنات، انا كده خلصت عين، هنبدا مع بعض العين الثانيه. ندخل بقى الحواجب. هبدا اول حاجه هستخدم الجل بتاع ال اي جيرل الدرجه اللي عندي اللي هي سوفت بلاك. فهصرح الاول حاجبي كده، وبعد كده هحدد الحاجب من تحت زي ما بعمل في كل الفيديوهات. هاخد بعد كده الايلاينر بتاع تشاو الفلوماستر، اسمه كالر بيرسايس الدرجة البني اللي هي رقم 2 تقريبا. وزي ما بقولكوا دايما هعمل شعرات كده. خففي ايديكي على الاخر. هاخد بعد كده الكنسيلر بتاع كاتريس اللي هو الليكويد كاميفلاج درجة رقم 20، وهعملها كبيز للاي شادو. انا هاخد من الكنسيلر ده كده عشان انا نسيت انضف تحت الحاجب، هاخد منه كده وابدأ انضف. هاخد بعد كده البينك دوز سبونج، هدمج الكنسيلر ده، بعد كده هفضل مغمضه تحت قبل ما يخطط. بعد كده هاخد اللون الاوف وايت ده المات على فرشه مبططه كده واثبت بيه الجفن. او عادي تقدري تستخدمي اللوس باودر او الباودر اللي بتستخدميها يعني. وانا نسيت اقول لكم ان انا بستخدم الباليت بتاعت ويت ان وايلد اللي هي روز ان دي اير دي، درجاتها دي بديله مودرن رينيسانس من انستازيا، باليت دي فظيعه انا بعشقها. هاخد بعد كده فرشه بليندنج وهاخد اللون اللي فوق ده كلون انتقالي، وهبدا احطه عند كسره العين وادمجه على جوه شويه وعلى فوق شويه. انا دايما لما بحط لون كلون انتقالي باخد التركيز بخليه بره هنا في الاوتر كورنر كده او في عند العظمه من فوق، وبعدين بعد ما بدمج بشويه باللي فاضل بدخل بيه على جوه عشان بص يبقى فيه تدريج، هنا اغمق وبعدين جوه افتح. وانا هنا عايزه اسحبه على بره، هبدا الضغط يبقى هنا، وكل ما اطلع لبره هخفف ايديا عشان اللون يطلع على بره افتح او يطلع على بره يبقى متدرج. وبحطه برده في الجزء الخارجي على الجفن المتحرك من تحت. كل ده انا لسه في نفس اللون. هاخد بعد كده فرشة دمج بس مبططة كده شوية او عريضة، وهاخد اللون الاورنج ده وهبدأ احطه عند كسرة العين نفسها بالظبط، ما طلعش فوق، وهنا كده على شكل مثلث. برضو باللي فاضل هدخل بيه على جوه. شايفين انا بدمجه ازاي بالورب كده شويه كده، وهرجع تاني باول فرشه دمجنا بيها اللون الانتقالي واحاول اموههم شويه مع بعض.
وبرضو بدمج على بره كده، هياخد بعد كده اللون البني الاغمق ده برضو بفرشة مبططة صغيرة كده، هاخد بقى اللون البني وبالظبط امشي على اللون الاورنج اللي احنا اخدناه بالورب ده واسحبه برضو على بره كده، وباللي فاضل هحطه عند كسرة العين بالظبط، مش هطلع بيه على فوق. وبرضو اللي هيفضل هدخل بيه على جوه، هرجع تاني بفرشة الدمج الاولانية خالص وهبدأ ادمج الاطراف. بعدين هاخد فرشة زي كده، دي مبططة صغيرة بس شعرها بلاستيك، هرش عليها كده اي سبراي، وهاخد اللون الشيمر ده جولد فاتح كده، وهبدأ احطه بقى على كل حتة فاضية ما فيهاش لون مات بني. شايفين انا عايزة اللون البني اللي بالورب ده المات يفضل اخد الشكل ده كده، وبعدين هرجع تاني باي فرشة بقى اللي عملتي بيها اللون الاورنج او اللون الانتقالي، وهدمج شوية عشان انا عايزة اللون الذهبي ده يبقى سوفت ما يبقاش محدد. وحرفيا اللوك كده يكون خلاص من فوق. هحط دلوقتي بقى الرموش دي بتاعت جوجو اللي هي جايباها من مينو، هسيب لكم اللينك بتاع الجروب بتاعها تحت في صندوق الوصف. الدرجة دي او الستايل ده رقم 54، وعشان دايما بتسأل بلزقه بايه، دايما بالجلو بتاع لانيل، احلى جلو جربته في حياتي بامانه. فهروح اركب الرموش وارجع لكم تاني. خلاص انا كده ركبت الرموش، كل اللي عملته بس حطيت خط رفيع من الايلاينر البني بتاع تشاو فوق الرموش عشان يداري الباند يعني بتاع الرموش نفسها، والجزء اللي في النص ده وصلته كده عشان برضو ما يبقاش فيه فرق ما بين العين وما بين الرموش. هاجي دلوقتي هحط القلم البيج ده من فلورمار اللي هو ستايل ماتيك رقم 4، هحطه في عينيا من جوه بس لنص عينيا بس مش للاخر. ندخل بعد كده في الوش. اول حاجه هستخدم برايمر بتاع ان واي اكس اللي هو انجل فيل ده، طبعا عباره عن سيليكون للمسام، دي الاماكن عندي اللي بيبقى فيها مسام او خطوط تعبيريه. بعد كده هستخدم فاونديشن بقالي قرن ما استخدمتهوش اللي هو بتاع ميلاني كونسيل اند بيرفكت درجه رقم 6 ساند بيج. هاخد الفرشه الفلات دي اللي انا بقيت بفرد بيها الفاونديشن، هو درجة الفاونديشن ده غامقة عليا شوية بس انا كالعادة ما بيفرقش معايا، والمفروض ان هو بيأكسد الفاونديشن ده برضو، بس طبعا الفاونديشن ده الكفر بتاعه عالي وثابت جدا جدا، وعايز بشرة مختلطة لدهنية اكتر يعني اكتر من الجافة وكده. لو انت بشرتك جافة او عادية وعايزة تستخدميه يبقى لازم تبقي مرطبة وشك كويس جدا. هو بصوا هو اكسد شوية يعني، بصوا شايفين لما حطيت دي دلوقتي وعلى اللي حطيته قبل كده، وده تقريبا اكتر فاونديشن الميك اب ارتست بيستخدموه في السواريهات. بعد كده هاخد الكونسيلر تاني بتاع كاتريس درجة رقم 20 وهفتح بيه تحت عينيا ونص الانف كده، هعمل هايلايت يعني وحوالين الفم. شوية هنا كده هاخد بعد كده الكونتور ستيك بتاع تشاو درجة رقم 2، هاخده كده على نفس الفرشة اللي حطيت بيها الفاونديشن، وهاخد تاني الاسبونج وابدا ادمج الكونتور ده. هاخد بعد كده اللوز باودر بتاعه اماندا اللي هي البنانة رقم 5، وهتاكد الاول ان الكونسيلر مدموج لاني طبعا بقاله مده محطوط كده من غير ما اثبته فاكيد خطط، وده طبيعي جدا مع اي حاجه وانتي سايباها كريمي. هاخد الناحيه التانيه من الاسبونج وهبدا اثبته والاماكن اللي انا فتحتها هنا برضو. هو انا عادي ممكن اكمل تثبيت بنفس اللوز باودر بس انا عايزه استخدم بتاعه جوسي بيوتي اللي هي درجتي بالظبط او اغمق مني شويه عشان بتدي لوك برونزي كده، دي درجتها كام 130. هاخدها بقى بفرشه باودر عاديه كده وهبدا اثبت الجزء اللي احنا ما ثبتناهوش بالبنانا باودر، لونها حلو قوي بصراحه.
اللوس باودر بتاع جوسي بيوتي دي كانت من جروب بنات سوريات موجودين هنا في اسكندرية، هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف تحت. بعد كده هاخد الكونتور بتاع ويتون وايلد من نفس برضو الكونتور بتاع ويتون وايلد، هاخده بقى بالفرشة اللي هي المبططة دي وهعمل بيه كونتور الأنف. هاخد بعد كده البرونزر بتاع فيزيشنز فورمولا اللي هو باتر برونزر، دي درجة اسمها برونزر، وتاني الدرجة دي انا مش شايفاها تنفع لبشرة زي كده، يعني انا حاسة ان احنا محتاجين الدرجة اللي هي بتاعت سان كيست او في دارك برونز تقريبا، لكن دي فاتحة شوية بس هو تحفة. وده احلى حاجة فيه ان هو مفهوش شمر، مفهوش اي حاجة بتلمع، بس هو نفسه يعني في شين كده، تحس ان هو ساتن فينش او يعني ايه، بيدي لوك طبيعي قوي. بصوا انا دلوقتي هاخد الاسبونج بالطرف اللي هو الفلات ده وباللوس باودر بتاعت اماندا البنانا، وهنضف كده تحت البرونزينج، وهننضف كده جنب كونتور الانف برضو عشان نحاول نبرزه اكتر. واحنا بقى عاملين كده شويه نعمل العين من تحت، هاخد اول لون خالص استخدمناه اللي هو الترانزيشن كولر ده، وهبدا امشيها تحت خط الرموش، وبنفس الفرشه هاخد اللون برضو الاورنج تاني واحد استخدمناه في الجزء الخارجي بس اقرب حاجه لخط الرموش. هنفض بقى الباودر الزياده دي، هحط الماسكارا دي بتاعت ميبلين اللي هي كلوسالكا جال، دي انا بالنسبة لي ما بتعملش اي حاجة للرموش اللي فوق، بس هي للرموش اللي تحت حلوة. هاخد بعد كده البلاشر ده من سيتي كولر، الباليت اسمها تايمليس بيوتي، هاخد اللون الاورنج ده هنا. طبعا يا جماعة انا اي حاجة جايبها اونلاين هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت، فبصوا على الصندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس عشان اي حاجة محتاجينها هتلاقوني كاتباها تحت. اللون الاورنج ده فيه سنه شيمر كده، مش عارفه بقى باينه ولا لا، بس بيبقى حلو قوي. بعد كده للهايلايتر هستخدم ميبلين ماستر كروم الدرجه اللي هي اسمها مولتن جولد رقم 100. بعد كده هحدد شفايفي بالفلورمار ليب في بعد كده هحدد شفايفي بالليب لاينر بتاع فلورمار، دي درجه رقم 229، باين قد ايه انا بحبه. بعد كده ما تضحكوش عليا هستخدم ده ده سامبل من الروج بتاع ايفون اللي هو البيرفكتلي مات، الدرجه دي اسمها او ناتشورال، لونها نود تقريبا احلى نود مثلا، ده من احلى الالوان اللي عجبتني في الوان ايفون. وبس كده يا بنات، ده كان اللوك النهائي، يا رب اللوك يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.